وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أن سوف نهلك بعدها، فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخذل صبرها ويردها. وتشاء أنت من البشائر قطرة، ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر. وتشاء أنت من الأماني نجمة، ويشاء ربك أن يناولك القمر. وتشاء أنت من الحياة غنيمة، ويشاء ربك أن يسوق لك الدرر. وتظل تسعى جاهدا في همة، والله يعطي من يشاء إذا شكر. بسم الله بدينا وعني بيصلينا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباحكم ورد وفل وياسمين، يا صباحكم نشاط وحيوية وطاقة إيجابية. كنت تفرجوا فيها في الصباح وكنت تفرجوا فيها في المساء، نقولكم مساءكم نور، مساءكم بهجة وسرور. مرحبا بكم صديقاتي في فيديو جديد من المقطع هذي، هو متاع التحضيرات اللي عديتها معكم في الفيديو اللي فات. حبيت نعمل لكم حوصلة وندخلوا ديريكت في الديكور الجديد، الديكور اللي عملت عملت زوز ديكورات في بيت الصالة العربي ولا بيت القاعدة العربي الحاسيلو. ايش باش نحكي لكم على الحيرة اللي عشناها انا وشكور، انا ورياض خويا اللي بذل مجهود كبير كبير ونحييه مسكين، ربي يحفظه ربي ينوره ان شاء الله ويفرحه في هالدويرة وفي هالعتبة الجديدة هذية. وان شاء الله كيما نبدو كلنا نحضروا له، هو عريس ومريته لو تسمحنا باش نصوره تصوروا ديكور الأجواء هكا تاع الفرح وزهاز العروسة. فيا حبذا كاني ما تحبش أكيد باش نحترمه رايها رأوه من الأخر، أكيد هي معناتها حبة رياض باش تحب أختها هاو من تو معناتها. لا والله خطيني راهو شاكان بور سوا ديو بور توس، كل واحد حر في حياته وفي تصرفاته وفي عيشته. وانا انسانة الاسبرين تاعي يعني كما نقولوا نحن سوب المخ ياسر، نتقبل كل الاراء. وانا نعرف كان هيش حب خويا راهي باش تحب اخته راهو من الاخر معناتها، على خاطر وانا راني نحب خويا اكيد باش نحب مرت خويا. والشعور متبادل، هذيك هي راهو ديما هكاك، اللي حبيتيه باش يحبك واللي ما حبيتيهوش مش باش يحبك. الحاصل صديقاتي هناك كما شفتوا في اجواءنا في التحضيرات البارح، كنت هبطت لكم فيديو الحقيقة طويل ديجا، هو هذا وطويل ونقصت منه برشا. إن شاء الله نهبط لكم هكا فيديو فيه حميدة، ديجا راجلي موجود هنا اليوم معنا، وتو نهبط لكم إن شاء الله ممكن في الليل فيديو فيه أنا ويمه وحميدة ورياض متاع الزمن الجميل، قاعدة في البيت هذية. شنو هكا فرحة رياض خويا بالجديد اللي دخل للدار، لقيتها باش تطوال أكثر، باش توصل أكثر من 50 دقيقة. فيديو حكيت 56 وليت نقصت، قلت خليني نقسم إما القريسة باقي طويل. فما صديقات مع أنه يكون الفيديو عادي يكون طويل، فما اللي يحبوا الفيديوهات الخفيفة اللي وقتها خفيف باش ما يملوش. الحاصيل وإن شاء الله تلقوا معانا هكا الأجواء الحلوة أنا نسجل لكم ده وشنو أجواء حلوة البنات قيمة لكم ألف جاري ما شاء الله. ديما انا نبدا باش نفرش و هاي.
ايش الغازي درجه الحراره كيف امشي من الموج تديها صبي لو تعرف امشي امشي تحية محبة وتقدير وشكر الرياض خويا اللي موسع باله واللي محليه معناتها نحن ما ننساه نحبهم سطر على حاجة الحاجة عاد كلها الزربية اعمل هك رياض واخر هك جيب هك وانا في راسي غوان شفتوا البنات حاجة الحقيقة تبارك الله الصالة متخيلتهاش اللي باش نوح الفيه فيش انه هي كبيرة انا كنت حاطة في مخي اللي باش نعمل هكا كوا وش جيني سيرة دايرة والسلام والعافية ميكي حطيت خطر انا منيش مطلعة صالة تطليع هذه ماني قلت لكم كل هدية اللي هدتها خالتي لميمتي الصالة هذه وقتها هي في دار السيد صار في لونطن يعني من الصيف من قبل الصيف ف استعملتها هي وديجا قلت لكم في الفيديو اللي فات رانا مانيش باش ناخذ حاجه جديده باش نجودوا بالموجود وهذاك عجب يما برشا وما خرجتهاش من الجو اللي هي فيه هذا صغيره بحل برك حل يا صراخه نشوف خذوا بالكم التلفزه دوروا ودوروا دوروا برا ترى لا لا ما تزيدش كلاش نولي نحطوا هذه منه ندزوها هذه ندزوها لتاك ونحو الزرابي اللي تحت رياض هذيك جيبها على جنب منه جيبها تحت الحيط نتاع الجري الصغير كيك تولي باش تتحول تو التلفزه تولي منه التلفزه تولي التلفزه منه طبعا نطلع لها نهار اخر صاله كامل طبعا على ظروف جدها حلو حلو حميدة وريان نحوها هذيك ريان نحوها فما واحدة أخرى حمرا كيكاية ريان تجيبها طول نفرشوها يمكن تسيبني سيبني توجد لي حتى الحيط
جيب الحمراء الاخرى رياضة كيفها، حمراء المربع اخت هذه فما حمراء مربع اسال عليها يما كانت عم تثبت انه عفس حميدة فوق الجرايه واخرج من غاد. يظهر لي باش تتفرش تعرفش رياض فما الحمراء الاخرى نتاع البيت النوم كانت حطتها يما المربع جيب جي جي وانا صديقاتي رياض خويا الحصين مسكين يقول لي بري خذي الدوارة وخشمي وتحت خشمي فمي كله تهرق من المسحان من قريب قريب راهو ديجا وزيد معاك المطر وانا مبلوله ودربشي مبلول كلاسي مشت كل وانا سياقت وقول زد كملت. المهم الحمد لله وشكر لله هذاك هو اللي كتب. ونحب نحيي زاد راجلي ربي يبارك له ربي يرزقه من بابه الواسع ان شاء الله حتى هو عمل معايا كان كل باهي خذ بخاطري ربي يجبر بخاطره وقد معانا وسع باله وسهر مع بعضنا نقول له ينصروا بحذا دارنا على الصالة الحسيلة أجواء رجعتنا للزمن الجميل كنت شمو لبناتك ريحة البخور ندخلوا نوم رياض ريتو الحمد لله ما نحكي لكم شو يوم ما زاد شنو حميدة بالعكس ما جد شي معاه سمع زربية حمراء كيكة تعرف رياض اش تعمل خويا تو شفت الزربية البيج نطلعوها نستوها مع الأخر هاي تو نقول لك احنا بدلناها صار لي انا وجد شيك استنيني حميد وقعد على روحك انت تو نقول لك كيفاش باش نعملها هيك قاعده تهبل بالعكس ما جتش مع الريدو اما جت حلوه برش هاي تو والله طلع بدي سامحين كنت صغيره لا لا شفت حاجه حميد انا باش نولي نعملها بالعرض المارون البيج هاويني تكمل الروج فهمتني لا لا هذيك هي ما عنديش حتى حل اخر خاطر ما عنديش زربيه اخرى حمراء كيكا باش تبدا تناسق في الالوان مع الصاله مع الريدويت كان هذاك هو ها تو تشوفها كي تكمل استنين اي رياضه برك تو ولد صار تو انا مقتنعه به لو انا حتى ولو طبي ما هيش معه الحاصل البنات راهو هذا الديكور الاول اللي باش تشوفوه بعدين فما ديكور ثاني نستنى رايكم ديكور في الليل وديكور في النهار في الليل طلع وفي النهار طلع اخرى عرفتوا الحاسيل وما احنا ننسى ذيك هو لازم كان كي تحسي روحك الحاجه ذيك مرتاحه فيها وداركم زاد خاطر انا رياض في الاول معناتها قال لي هو خليني من غديك يوم الحقيقه شد جريه ونرياض ونهز رياض الجريه ذيك قاعده غديك وريتو مسكينه رغم اللي ركبتها توجع فيها وما تجرش تقعدوا كل كنا باش ندخلوا لها احنا بنك نحطوه له وكل الا شاخت على القعده العربي وقلت انا نحب كيكي وجست نحطوا لها جريه اخرى فوق الجريه ذيك عندنا خاطر جراري نستعملوهم للسر الحديد وكل للصيف للبره للحوش كذا من بكري يعني عندنا جراري ف يوم حطينا لها جريه اخرى حتى البيضه اللي باش تشوفوها هذيك اللي قعدت عليها رياض هذيك بظهر نحي كل الفاس نحي خوي ما عادش نجم انا قولي فاتنا يوم فماش تناص ان شاء الله ربي سهل ما جرى اللحمه كده هذي وين الجاز الحمد لله يا برا جيب البيضه برا برا جيب البيضه البيضه وجيب معاها لا. هذا اللي هو. نعم. 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 ن
هذيك الترزه باش نحطها راني من ترزه تو شتي هكا. ريان ما عندناش غاز ولا حاجه هكا تجي حاجه اسمها توقف خاطر نبدا نخرج في حاجه تخرج حميده لي نحط فوق البنك لا 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 ها؟ هي هيك البيض شو تصوير بابا شو نحط بابا وحدانا مرحبا بيك يا بابا خويا الله يسك اسعدك بنيتك وخرها لي بغات وخر الطاولة هذيك تري بيان خويا وشي نعمل فيه في الليل احسن والله ما احسن نعمل تعبنا تعبنا نهار اليوم والله ما قدناش اصلا زاد والله ما مشركني من البيت قلنا كان خلنا نرتاح صحيح بحول الليل تو كي نقول تعبت راني مشي نشكي ولا حاجه من تعب اي ما تعبنا الفور شو سال الفور مشي مثلا امس حوالي يقول ما شاء الله ما كان مني عملنا هذا المكان اللي احنا منه تحط النار يا تقاوك عالمي والله بسط ما تكثرش من الزينه راك تكثر من الزينه تبسط من الاخر تكثر من العسل والله هيك يلا تكثر من الزينه فقاضيه ما تحكاش تكثر من هالشيء سي باش انت قول مزين الشباك فيه زمره اللي عندنا وصفات هالشيء يا رب الحمد خلصت بابا شوف التصليح يمين 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 يا ربي يا حمد اي يا خويا تو باش نعملوا هذه نعملوها بالله راه نتاح لا خرجها الحصيره اللي تخرج قال باي احكي مع التلفزه قال لك باي باي يا تلفزتي يا عم الدين يفرح بيا به ودي حد هذيك راهي كادو رياض بلي سكر الشبكه ذي سكر الشبكه ذي خلنا نهبط الريدو خلنا نشوفوها بالريدو هذا ها عاد انت تحب عاد فيه الليلة مطر وبرد وصحيت بري تيما كيك اخويا خميس عليك الله رياض عمل مجهود شفتوا البنات اه مش عارف الله يخوف يوم يقطع لك الوحدة لحظة بس يوم ربي يكتب الايد بتاع الناس باش تعديه في ال بيسكر الفردة الأخرى تاع الشباب. كانوا مسكرين بيا راهو هذاك وقت باعوا الشباك. ياكل كلاب بالزيت راهو يقطر الدباك يقطر لنا على الزرق. عارف رياض الخيط وتحطه اجبد الطاولة الرالونج وتحط الرالونج. يما دخلت اش قلتي يما؟ تبارك الله يعطيك الصحة بنتي حنان. يما دخلت قلت تبارك الله تبارك الله وانا قصت الكاميرا وليت حليت باش نوريكم نزلت التلف زي ما باش نحط هيك غادي كاني نمسح في الغابرة تحبي تدخلي تمسحي الغابرة ودخلي على روحك امسحي الغاب تاع الطاولة غادي كون الله محمد هذوك مكليك السنين عطتهم لك السيدة وكتبت طاولتها والتحف من عندها ككادو كثر خيرها ويرحم باباها عظم عظم مازلت باش نفرشها البنات هذه البيت هذه بيت القعاد راهي فما صالة أخرى أم هذه بيت القعدة حسين جد ما شاء الله كبيرة وقلت لكم فيها أكثر من 20 متر ومساحة و الحمد لله يا ربي الحمد لله والشكر لله اللهم أنعمت فزد اللهم أنعمت فزد اللهم شفتوا كيفاش طلعتها شفتوا هنا كيفاش طلعت الريدو الفوق يا اخي في بالي باش نعمل تكيات ضمة على الريدو مي مع الاسف ما جونيش غادي كاجتني مش ولا بد وعندي جريه اخرى جريه اخرى باش نحطها نزيدها حتى هي قماش في البيج وتولي لي كامله وبيان ندخل البنك نتاع يم تولي تحطها حتى هو معاه ماما لا ما عادش يعطي منظر خلي البنك في الصاله الاخرى ديجا حتى الطاوله البيضه دي كوني البر باش كل البر جست قولوا لي نعمل باهي ولا نعمل الاحمر فما واحد احمر فما واحد ابيض انا عملت نوار باش يعمل رابيل على اللون هذا رياض عبد الحميد يتكتكو باش يعملوا تيت دوبل سورتي باش يحطوا الحاصل نقوا في الليل البنات حميد عملها رياضي كثر خير والله لقيه كثر خير قالك رياض مصلي عني بنوم طلوطه واحده والقعده واحد يما تمسح طالع يما نحيهم هذوك من الريسبتور
هذاك الريسبتور الواحد خليه النوطه تو يجي رياضي يبلصها في التلف. او تبدا شيء خويا شوف فرحه تاع الرياض. لونتين جديد. لونتين ها وين في تحت الدروج رياض. لونتين جديد. يوصل 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 لهنا هذاك كي كنا احنا هنا. يم. اي. ريتو البنات الحقيقه ناس هذه كنت نحب نعملها بك البناك الوطين مش من العاليين البناك العربي هكا ونعملها كيما نزينها وكذا اما ربي نواب كريم ان شاء الله يا ربي من بكري معناتها في راسي باش امي تقعد مرتاحه وكل لازم نخلص ديوني الكل الاول وبعدين ربي ان شاء الله يسهل علي خاطر لنا كل حاجه يما نحي تاع سيبور تاع تطهير بلي نحي حطي ما بعدي لا لا خرجي انا قاعده نصور تبع ها من الكابل نتاع التلفزه قاعدين نخرجوا فيه تاع برابو الحق الحمد لله مد بالله يا ربي كل هذه لم يزل تسمعوني فاسمعوني فاسمعوني يرحم والدينا والدي كيما يرحم والديكم الله طيب انا بردنا اليوم صبت مطر شو حمايدة بالكابيش شكون قايت رياض خويا قال وقتاش نتلحى هنا ونتكى وليد قديت له باش يجي ويتكى وخاي هونا بابا الله يرحمه وينا شيخ رياض يحمد في ربي وعم يا رب يديمها نعمة واحفظها من الزوال ادعو البنات يوصل يوصل حميدة دورها على الكوان ذاك الكابل ريحوا على الكوان حطوا تحت الزربية ومشيه على الكوان هكاك حميدة صح اي هي هكاك هبطوا هبطوا خليه براحة خليه براحة خليه براحة وش بيك رياض وش تعمل؟ وش زين الشباك؟ هذا الشباك قديم شريته راه وينو فيه نقبة البنات هاو راجلي تحبوا تشوفوا راجلي هاو راجلي هاو راجلي هاو راجلي هاي بوري انت قد خطر انا ايه حط مخدة بمخدة ايه ثلاثة الوان هم ما تحطهمش مكيك حطهم مربعين ليه تحط زوز من نفس اللون وواحدة في الوسط خلي خلي كيكي كعبة كيكة وكعبة كيكة كل كعبة من لون هاي المطر بتترجع تصب حط الكيك ليلة شتوية بالحق ان شاء الله ربي يسهل اما والله ما احلاها قاعده كيكه حتى منتي ارتاحت في رجليها كي قعدت هكاك وان شاء الله ربي يسهل كما قلت لكم نعمل لك الابناك اللي ما همش عاليين وتكون مرتاحه معناتها قعدتها فيهم لكن نحب نقول حاجه اللي راهو الانسان لازم ينظم روحه ينظم مصاريفه الاولويات والاهم وبعدين يجي المهم هكاك باش وصلت يعني نعطي اهميه للحاجات الضروريه والاساسيه وكل الشكليات من بعد وراء وبرشة دي كومنتير وبرشة حكايات وبرشة تساؤلات ان شاء الله نعمل لكم فيديو نجاوبكم على برشة تساؤلات اول ما نحس روحي هكا لباس شوية ان شاء الله نقعد ونعمل فيديو خاطر لازمني مش نبدا كل شويه نمسح في خشمي حشاكم نطلع لكم مظهر يا ولادي تشوفوا كلي حمرة من خشمي حتى هيك مهري مهري الحمد لله الحسيب المهم صديقاتي هذه العيدات هما المخدات الكوسانات منظر فيها محلاها اما راهي باش تتبدل تو باش نعطيكم المنظر الشكل الاخر بعد ما قلبت هكا في الصباح لانه رياض شفتك اللي قال لي بدا في وندري شنو قال لي لا بصراحه نوم تحت الشباك قال لي رغم انه ما فماش هواء والله العظيم اما قال لي ما نحب نبدل هو حاب يبدل الجهه هذه تو تشوفوا تو انا باش نبدل الكوان الجهة متاع الشباك تشوفوا الشكل معناتها اللي بدلته كل وتعطوني رايكم اما خير نخليها هكا والا نبدلها في اللي جاي هذه هي حصير هنا هاني ننسق انا ونعمل في الالوان رياض خويا هو رياض يستخدم الالوان باش تتناسق مش حسوها شرجي برشا اما الغالب من انت ذي اللي عندي اي ان شاء الله طبعا نقدر اهبطها رياض شوي على البلين حسيب شنو
منا منا رياء هوني طار ارقد رياض برا شيخة دي بيت النوم ولا اهو حطيت الباسبور لمومو حطيته هنا بور لمومو الحمد لله والشكر لله ها باش نجيب الجراية لا انا عندي مخرة ها شفتوا البنات كيف جد يا ربي لك الحمد والشكر اللهم أدمها نعمة اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوائل إن شاء الله مبروكة سعيدة عليكم إن شاء الله هاكا جتكم ليلة اللي قديناها المطر ما شاء الله صلي عني بها والرعد يا ربي إن شاء الله مبروكة سعيدة إن شاء الله وخي يعمر ويتمر فيه أي باي باي أي. مش هنقول باي باي يا جماعه يا جماعه يقول لي على الفلفل والبيعات حتى هي بتتخبى اصلا مش خليها بركه حطها هي ميده صغيره باش تحط باش كي واحد يشرب كاس تاي ولا قهوه ولا اللي هو صحي تحطها في الكوين يما معفسه غاديك باش تقد الواحده نتاعها حط حط وين تحب لا 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 شويه الغادي هيك من هنا وين واقفه يما بحذاها وين واقفه لا لا التالي وراها كيك يا اخي واحد عيقدم متر باش يهز هكاك هكاك ابو الري هاني مستنبط انا في افكار ميد يوم هذيك حطي عليها فازه هو هز رياضه باهي حط عليها هز رياضه حط وديك حط لا مش اي والله حتى غاديك مزيان حط غاديك كتب الفرع نحطوها حط على الواحد وحط على هنا حط هون حط يوم رجلها هي باش تتحل تريبيا ودزك النبا ذاك خليه له توسع وسع خليه واسع رياض خليه واسع من هنا على جنب هذا اي هكاك في الاخر ولو دار هما اللي بدهم عاش يدوا دار شو يا شو تصير دبابة والله نحينا بي حنان الله يرحمه بي حنان الله يرحمه وينع حاسيله قاعد الابن الوان الكل موجودة شو تحب تنقب غادي كلا انا في باليش في بالي هذه باش تجي تلفزه كانت باش تجي هكا مربعه يا اخي كنت باش تجي هكا وعندنا جرايه جيبها رياض الجرايه وحطها غادي كدرا لا لا جيبها تو نجيب ملح امشي وريا جيبها جيب ليش تفرح في روحك برا جيبها برا باي جيب البيضه جيب البيضه الخشين جيب اي جيب حطها غاديك ممكن تحب ترقد على حاجه مرتاحه خاطر رياض ظهره يوجع فيه طلع اللغ والله الا ما تعجبها هي ما قعدت امشي امشي خليها الاخر رياض الجرايه الاخرى هزي يما هزي معاها بلاه بنك عاش الراجل عطلي فوق البنكرك حنحطها نرقد عليها نرقد في الصاله مريحه هذه هودي ما تقدر تكلمو انت ذي راهي مريح هي ما تغير عليها هذه كيف مريحه راهي هذه هذه سنين وقتها رياض فجأت بها يوم اهي اسمها سيستا وقتها خذتها الماما ما مش اسمها سيستا سيستا لا والله نظيف مش كحل بارا ارقد يوم سيستا بارا تخليها كحل وبعد ما تعرفش شو كذا فاتت من البلد ما لقيتش ها باش نجي نقول لك والله ما تروح لك تبدا والله ساعتين جزء قاعد نصلي ناكل يا ربي الحمد لله الحمد لله والشكر لله يا ربي يا ربي يا ربي ان شاء الله نقعد كلكم امين يا ربي الحمد لله والشكر لله واللي فرحنا ونفرحنا يا ربي حميد يحب على تليفون باي 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 البنات طيب باهي البنات البارح البارح انا حطيت الرياض غاديك حسيلو رياض قلت له ما تحطش غادي قال لي فاتن قال لي ها تخدمي في مخك فاتن يضحك وشي قلت له دبر راسك اليوم حسيلو كي حار قد هذيك قال لي لا نمت شباك ما نحبهاش هاو باش نبدل انا لك هاو انا باش نبدل لك
وباش تشوفوها كي نبدلها نبدلها الكوان كامل راهي صار في النهار مقلبه في حاله ندورها في الجرايه هذه دونك هذيك ونهز الكوان كامل نحطها من هنا كيفاش بسم الله شو البلايص تريالي يحبوا البلايص غاديك شو خلينا البلايص سيب شو نقول حميدة جيب لي معاك هاي لك شو جيب لي معاها ال شو بين مش عارف نتكلم يا بنات على ما كنت عليك شيء دوي يوم كل ما قعدت تزين البارح عاوش نبدلها واعطوني رايكم عاوش نبدلها واعطوني رايكم كيفاش غادي خير ولا انا خير البنات تو باش نبدلها من هنا ونهز لكم شوالي دور هكا لكم هكا باش تحط لي هكا شوالي تصرى هكا هاويني وهاذي شوالي لكوان لكوان مع الريدو وهنا باش نجيب الجرايه الصغيره اللي كانت بالعكس البارح في الصاله واللي مو في الصاله البنات تصفيرة بابا الله يرحمه ونعمه معانا ستة هذه البنات هنا وهنا نحط هذه اليد مع هذه وليدو يتسكر هكا يهبط التالي وهكا تكون السويدة حاضر هذه باش تدور من هنا وهذه باش تنحرم من هنا تتحط من هنا والطاوله الكبيره تتحط من هنا كانون على اساس اها ودوي امه لا من شاف ولا من دراع او هنا نحول هنا وبهكا تكون الصويله بدلت لها السيستم تاعها نجيبو المخادد هذه باش نخليها هكا حتى لين نقدوها باش نحط كوسانات هاهي هنا وثلاثة هنا مازال لي كوسان وانتوما من بعد عطوني رايكم شوفوا كيفاش عملتلها ها هي اشتهى البنات جريت رياض باش ندورها من غير بعدين على الهرج كل هذو مرة مخادد على لون الريدو اهو كنت عملتهم انا على لون الريدو الشجرة هذه البنات باش نحطها بحدا التلسة هاي وهنا هكا البنات تشوفوا الصالة اهي
ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك الرحمن. هي بدلتها البنات وقتت ماما حاجة سامبل. تضحكوش عليا باش نخليكم هذي هذوما البنات باش نحطهم ورا الشوفاج هذي شوفاج فارغ من داخل عرفتهم تاع قبل فيش دبوزة غاز باش نعملهم وراه اللي حب مثلا باش تبدل يمه ولا حاجة تلقى كوسانات غاديكا والواحد غادي هي حبت في الكوان قالت لي شقاولك فاتنا هذيك غاديكا واللي تخلتها لي وهنا التلفزيون وهنا شجرة حسيلو تنحى هاك المنقالة لا اله الا سيدنا محمد رسول الله نشوف لها بلاصة أخرى وخشمي مشاش وهذه صويلتنا هاي مريحة 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 اللي يدخل يقول ما شاء الله مريحة على الاخر هاي المجر الزرابي ما همش يتابعين بعضهم مي لقيت حل هاي تفرجوا لي البنات تقولوا لي فات نبدل الزربيه هذيك في البلاصه من وخلي الحمراء كلها لون واحد ممكن علاش لا اعطوني رايكم الحاصيل من هنا دي ها هي تقولوا لي فزت عليها جريت ريح لا اختي راحت خويا بدني نحن مشنا للتجميل للراحه بابا الله يرحمه والله في الصاله من البارح بيت فيه تصويرته بيته فيه والله يرحمه وينعمه والله لا زرته البنات ان شاء الله جمعه اللي فات في بالي باش نزور ما كتبش هنا عملت شمعه معها كيف فانوس هذايا هذايا صحن اهو شوفوه البنات وهذاك كي التحفه هك هذيك كانون نتاع يما والحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله اعطوني عاد رايكم